حكايه عروض اوسوريو في الدوري المكسيكي، هيمشي ولا قاعد ولا ايه ظروفه؟ بص كريم، اوسوريو خلينا نقول حاجتين. اول حاجه هو عنده عروض، عنده عروض لكن مش عروض رسميه، يعني ما حصلش مخاطبات من الانديه المكسيكيه اللي بتفاوضه بشكل مباشر. في مونتيري وفي كلوب امريكا، دول الناديين اللي بيفكروا يغيروا مدربينهم في الدوري المكسيكي. حصل كلام شفهي مع الراجل لكن ما تقدملوش عروض رسميه. ده بالنسبه لموقف اوسوريو، هو ما بيفكرش في الرحيل. ولكن موقف الزمالك ايه؟ الزمالك بدا شويه يحصل قلق على مستقبل الفريق. ان الراجل لا كده هيحتاج فتره كبيره جدا، وانا اصلا بعيد كمان عن الدوري وعن المركز الثاني، انا في بطوله عربيه فانا مش هروح العب النصر بالشكل اللي فيه الفريق ده. الزمالك هيخرج بفضيحه في الماتشين، فطبعا هي مجموعه، فالزمالك هيبقى يعني ماتشاته صعبه مع اوسوريو بالشكل الهجومي ده. فالزمالك هيتكلم مع الراجل، لكن الراجل بيفكر في الرحيل؟ الراجل ما بيفكرش في رحيل ولا للمكسيك ولا اي حاجه، ولا حتى ان هو ياخد خطوه ان هو يمشي. لكن الزمالك بدا شويه طريقه لعب اوسوريو تخلي اوسوريو يعني يدق مسامير في نعشه مع الزمالك، حد مش هيصبروا عليه اكتر من كده. اللعيبه نفسهم بداوا يشتكوا، تمرين طويل، طريقه اللعب مش قادرين ننفذها، خمس لعيبه بيدافعوا وخمس لعيبه بيهاجموا، معزولين عن بعض، والخمسه اللي بيهاجموا ما بيرجعوش، ففي مشكله في التنفيذ جوه الملعب. لكن عشان بس نقفل القصه دي، والراجل النهارده كمان في المؤتمر الصحفي قال لك انا مبسوط في الزمالك، عندي عروض لكن انا مبسوط في الزمالك. اوسوريو هيرحل او من نفسه؟ لا، الزمالك ممكن ياخد قرار وارد. عظيم جدا. طيب بالمناسبه قبل ما اروح للاستاذ جلال، اوسوريو بدا يطلب طلبات في فتره الانتقالات القادمه؟ يعني هو خلاص حدد مراكز، ولكن اهم حاجه بالنسبه له قلبه جامد قوي. هو الراجل بيتعامل على انه يكمل الموسم الجديد. يعني اللي هو بيتعامل ان زي اوروبا وامريكا الجنوبيه وامريكا اللاتينيه، انا هكمل وهيسيبوني، هيدوني فرصه ومساحه ان انا اشتغل. ان احنا عندنا وده ان احنا اصلا الدنيا حلوه. باكيتا استاذ جلال كان جه الزمالك 12 يوم تقريبا، يعني ثلاث ماتشات. الراجل بعد المقصه مشي، فالزمالك مش هيصبر عليه. ولكن الراجل حدد مراكز، اهم حاجه بالنسبه له ان هو عايز مدافع اجنبي، وده طلب اول طلباته، بيلعب برجله الشمال. هو مش شايف حد في الدوري المصري كويس، طلب لعيب من شمال افريقيا مدافع يكون بيلعب برجله الشمال كاول طلب. زي علي معلول كده مثلا؟ لا باك سنتر باك. زي مثلا ايمن اشرف، بس هو عايز حد من شمال افريقيا، يعني مثلا زي بدر بنون بس يبقى مدافع بيلعب برجله الشمال. فالزمالك بدا ان هو يشتغل على ده. في ثلاث اجانب مثلا ممكن يمشوا. المراكز كلها لو هنتكلم بشكل عام، الراجل طالب حوالي 6 7 لعيبه، 6 و8 ده مركزين، 2 خط نص، 6 و8 و2 مدافعين، منهم مدافع اجنبي، يعني سواء بقى المصري اللي هيجي هو اللي بيلعب رجله الشمال او السيرد باك اللي هيجي من شمال افريقيا، لا في 2 مدافعين لازم يكونوا موجودين، وباك ليفت وباك رايت ووينجين. اغلب المراكز اللي موجوده في الملعب. ما طلبش راس حربه؟ حتى الان هو لسه بيشوف قصه سيف الجزيري وناصر، لان سيف بنسبه كبيره هيكمل مع الزمالك مش هيمشي، فلسه القصه دي. لكن سامسون طبعا هو ماشي. فهل بقى ممكن الزمالك، لان كمان الزمالك اتعرض عليه لعيبه من هنا من مصر مهاجمين زي فخر الدين بن يوسف، عقده بينتهي فتعرض على الزمالك، وبدا الناس تتكلم ان طب لو انتوا عايزين مهاجم فده متاقلم اصلا في الدوري المصري، ما تاخدش الريسك. وكل الترشيحات اللي اتقالت للعيبه من مهاجمين افارقه حتى الان يا كريم ترشيحات، الزمالك لم يفوض اي لاعب اجنبي لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها، ولا اللعيبه الجزائريين كلهم الاسماء اللي اتعرضت، سواء اللي بيلعب في انطاليا سبور الوينج الجزائري، سواء مهاجمين، مفيش اي لاعب افريقي الزمالك دخل معاه في مفاوضات مباشره، كلهم ترشيحات من وكلاء. عظيم جدا.